بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمواله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أيها الحجاج الكرام عن الإحرام، وذكرنا كيف يلبس الرجل وكيف تلبس المرأة، والمرأة إحرامها في وجهها، فالمرأة تكشف وجهها وهي محرمة ولا تلبس القفازين كذلك، وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. ويسأل بعض الناس عن بالنسبة للنعال، هل يمكن للإنسان أن يلبس نعالا مخيطة؟ ونقول نعم، أهل العلم يقولون لا حرج في لبس النعال المخيطة للرجل والمرأة، إلا أن الرجل يمنع من لبس الخف، والخف هو ذلك اللبس الذي يغطي القدم ويغطي أيضا الكعبين، الذي يعرف عندنا بالجوزة، فهذه هذا الخف ممنوع فلا يلبسه الإنسان. ولا نعتاد في لباسنا العادي أن نلبس الأخفاف، أصبح هذا اللبس غير موجود عندنا إلا فيما ندر، أي في اللبس العام. إذا أحرم الإنسان، إذا اغتسل الإنسان ولبس ثوبي الإحرام، فإنه يلبي بعد ذلك بالعمرة أو بالحج. كيف يلبي؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، عمرة إذا كان متمتعا. أما إذا كان مفردا فإنه سيلبي بالحج كما ذكرنا، سيقول لبيك حجه. أما إذا كان قارنا فيقول لبيك عمرة وحجه، أو حجا وعمرة، لا إشكال في ذلك. هل يصلي ركعتين قبل أن يحرم؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، فإن حضرته صلاة وصلى ركعتين أو صلى تلك الصلاة، هل يصلي ركعتين قبل أن يحرم أو لا يشرع له ذلك؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. على كل حال، إن حضرته صلاة مفروضة وصلى فهذا موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تحضره صلاة وأراد أن يحرم بعد صلاة كأن يصلي تحية المسجد أو صلاة الضحى أو نحو ذلك، فالأمر فيه سعة. وإن ترك ذلك على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الصلاة موافقة لذلك، فهذا القول أيضا موجود، وكل ذلك واسع بإذن الله عز وجل. كثيرا ما يسأل الناس بعد أن يحرم هذا الحاج عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، يحظر على المحرم الرجل أن يلبس المخيط، فلا يلبس شيئا مخيطا، هذا خاص بالرجل. كذلك الرجل لا يغطي رأسه، لا يلبس شيئا يغطي رأسه وهو ملاصق بالرأس، وهذا خاص بالرجل، وذكرنا أنه لا مانع أن يلبس النعال المخيط، ولا يلزمه كذلك أن يلبس النعال البلاستيكية، فكثير من الناس يتأذون من هذا النوع من النعال، لا سيما أولئك الذين لم يعتادوا على تلك النعال، وأيضا لأنهم يمشون مسافات ربما تطول فيتأذون من تلك النعال، فلا أنصحهم بذلك. كذلك من محظورات الإحرام الطيب، لا يتطيب المحرم وهو محرم، لا يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب. وهنا أنقل لكم أن العلماء يذكرون أن الطيب الممنوع على المحرم هو المعروف أنه طيب، كالعود والريحان والمسك والعنبر، وهذه الأشياء المتعارف عليها أنها عطر، أنها طيب. أما بعض المنظفات التي تحتوي على بعض الأشياء فإنه لا إشكال في استخدامها. صابون مثلا بالليمون، معروف أن الليمون ليس طيبا، صابون بالغار مثلا لا إشكال فيه، لكن صابون بالورد، الورد معروف أنه طيب، صابون بالعود أو بالعنبر أو بالصندل، هذه أشياء عطرية. أما الأشياء التي لا يتطهر، لا تستخدم في التطيب، فلا إشكال فيها. ونواصل بإذن الله تعالى محظورات الإحرام في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا